هذا مريض في لوبيتال دي جران بريلي دالجي، راكم تشوفوا الماكس دوكسيجين قرعه تاع بلاستيك، هذا في السبيطار تاع لي جران بريلي دالجي. و ها هنا الماسك اوكسجين نتاع السبيطار تاعنا في الجزائر، راكم تشوفوا قرعه تاع بلاستيك. وهذا اللي جاي، ها شوفوا الحاله تاع السبيطار كيف داير، هذا لوبيتال مصطفى باشا، شوفوا 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 كيف، شوفوا داك ديك النظافه في السبيطار، ها شوفوا شوفوا وشوفوا هنايا كيفاه يعني البقايا كيف راهم يديروا لهم يعني النظافه في السبيطار. هذا قالوا لي سبيطار مصطفى باشا، على خاطر هضرنا على منين كنا نهضروا على الحاج الاخضر في السبيطار تاع القبه. شوفوا ذاك المريض الله يشافيه، المخلوق كي راهم دايرين له ماشي يداووا فيه، يعذبوا فيه، شوفوا كيف، شوفوا شوفوا ذاك، شوفوا المخلوق كيف دايرين له، شوف شوف شوفوا كيف دايرين له، لا اله الا الله محمد رسول الله. وشوفوا حالات سبيطارات تاع الجزائر الكبرى، مصطفى باشا ولي غرون بلوري دالجي وحتى القبه، قالوا لي حتى القبه. هذو الصور، هذو شوفوا عندكم، شوفوا هذا، هذه سبيطارات بلد 165 مليار دولار، شوفوا عندكم هذه في الجزائر العاصمه، هذه في الجزائر العاصمه ما يكون على بالكم. ها شوفوا هنا هذه وقيله الكوزينه، هذو الصور ملتقطين من طرف الناس اللي ثم سير بلاس، بعثوهم لنا اليوم بعد، قلنا نوريهم لكم باش نتضامنوا مع الناس. شو هذا، هذه آلة اونبان، قالوا لي اونبان خاسرة كاع، هذه وقيلة انستيزير ولا ما عارف، ما نعرفش الوسائل الطبية. هذا هذا مكتب، قالوا لي المكتب المدلك لداخل كارثة، هذا مكتب محسوب المدلك. واني قلت لكم هذو سبيطارات تاع الجزائر الكبرى، مصطفى باشا القبه، لي غرون برولي الاول داك اللي شفناه هنايا، هذا هنا وين ينشروا الدراوات، وهذه وقيله مصطفى باشا في الجزائر، دراوات تاع السبيطار. شوفوا حاله السبيطارات عندنا في الجزائر كي دايره، عندكم هنايا كارثه. هذه كوزينه، هذه كوزينه، ها شوفوا هذه كوزينه يا ناس، هذه كوزينه تاع السبيطار، هذه كوزينه تاع السبيطار، والدراهم يواسوا بها. شوفوا ذيك الدار كيف دايره، هذا طبيب بعث لي هذه التصويره، الطبيب يعني حبس، ماهوش سبيطار. شوفوا كي دايره، شوفوا كي دايره على كل حال، لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتعالى، تحيه طيبه لكل الجزائريين والجزائريه داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم باغي نقدم لكم هذا فيديو صغير باش تشوفوا الناس اللي عدلت، الناس اللي حبت الوطن. هذا في مستشفى، وهذه يعني لاصال وين الناس يجيو يزوروا المريض ويجيو يريحوا معاه لهنايا، يعني ما يبقوش مع عند راس المريض في البنك، فعلى ربما يكون مريض واحد اخر ولا يعني كيكونوا يهضروا ولا يقلقوا. شوفوا الناس اللي عدلوا، الناس اللي حبوا الوطن، شوفوا الله يبارك شحال نقيه، شوفوا الله يبارك شحال نظيفه. وحنا نقولوا هما كفار كفار، يقول لك لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله والقسم بالله غير يديروا بالحرف الواحد واش درعوا بالخطاب، رضي الله عنه. شوف الأرض شحال نقية. أنا هذا الفيديو باغي نقدمه للحكام اللي من 62 هما كلاو البترول، كلاو الغاز، كلاو الحديد، كلاو الذهب، كلاو النحاس. وكي تهدر يقول لك علاه تقارن الألمان مع الجزائر؟ انا مانيش في كيسيون باش نقارن، انا حبيت برك نوري لكم وهما علاه وصلوا لهذ الدرجه، لان حبوا بلادهم، لان عدلوا، لان ما خدعوش الشعب تاعهم. شوفوا انصال مديوره فيها تيرمو تاع قهوه، فيها تيرمو تاع لاتاي، ها هنا فيها الكيسان، هنا قال لك غاين ونغاين، يعني الاواني نقيين والاواني مش نقيين. شوفوا وين كاين الكتابات، شوفوا وين كاين لي روفي، شوفوا تاع لاتاي، شوفوا وين يرمو لاتاي، شوفوا المغارف. انني باغي برك نوري لكم، شوفوا لاتاي لديها شحال لاتايات، لاتاي تاع التفاح، لاتاي تاع الخوخ، لاتاي تاع اللنجاص، لاتاي تاع المشماش. لو كان ما جيناش جزائريين نحبوا الوطن ونحبوا الارض الجدود اللي غسلوها واللي
طهروها بالدماء تاعهم. شوفوا الماء، الماء تشرب باطل ما تخاش. شوفوا الله يبارك، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الكراسي شحال شابين، شوفوا الطابله شحال نقيه، شوفوا الارض شحال نقيه الله يبارك. ونخلي لكم ليكم نتوما تقارنوا، ونخلي لكم نتوما ديروا لي ميساج، ونتوما ديروا لي كومونتير. انا قلبي كلاني بقات في خاطري، قلت والله غير نوريها لكم. كي راهي دوك اللي 10:30 الدعوه راهي الهدوء، شوفوا شحال نقي لي زور، شوفوا الله يبارك شحال نقي لي زور، شوفوا شحال لي ريدو نقيين، شوفوا لي رادياتور الحيوط ابيض، شوفوا محبس تعورت. وكي نوري هكذا قال له الاخر الحمارة على الطياره، انت كي ما صدتش عليها وين؟ انا ما نعاير ما نسب، انا نوريها للحكام اللي راهم في الجزائر. هذا كما سميت لي فيديو الاخرين لي زوبيتو اون الجيري. إيه لو كان حبيت الله جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هذه 52 سنه في الجزائر راه خير من دبي وخير من السعوديه. وانتم كليتوا الغاز، كليتوا الحديد، كليتوا البترول، كليتوا ما خليتوا والو. القجور شوف الله يبارك. قال له لو كان جاد بلادنا تترك الحوال المرة عمره ما يصير طيب. خدعت العهد، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي ينتقم فيكم. خدعت العهد، خنت العهد، ما خليتو بترول، ما خليتو غاز، ما خليتو حديد، ما خليتو ذهب، ما خلي. ويحوس يدير العهدة الرابعة، ولا بقات له درجة ويدخل للقبر، أو يستنى فيك عذرين عذرين باش يحاسبك. الله غير قلبي يبكي، والله والقسم بالله غير قلبي يبكي. الله يبارك، شوف شحال نقية الحالة، شوف شوف شحال نقية الحالة، شوف شحال شاب الحالة. الله يبارك، شوف الأرض الله يبارك ما شاء الله. هنا المكان يجو غير يعني باش يزوروا المريض، هذا مكان يزوروا المريض، يشربوا قهوة ويشربوا لاتاي شوف النظافة شحال، والقراء تاع الماء موجود كل يوم، موجود كل شومبرا، كل شومبرا في المستشفى قانون عنده عند راسو قراءة تاع ما سعيدة ولا ما مزايلة كما حنا نقولوا. كل مريض لازم له يشرب بالماء، ولازم له تكون عند راسو الماء، ويشرب قد ما يحب ويشرب كما يحب. لا غير قلبي يتعصر ولا غير عيني تدمع. قال له في وطني وانا غريب، كما قال الحاج احمد الحراش الله يرحمه، ولا الحاج العنقة. انا نتمنى لكل مواطن ومواطنة وكل خوتنا دي زد اليوتيوب، نتمنى لهم ان شاء الله يمدوا الاراء ويمدوا لي فيديو قد ما يستطيعوا، لعل بلاك الناس اللي راهم في الجزائر ينعلوا بليس ويخافوا الله. البلاد عم فيها الفساد، عم فيها الكريم، عم فيها السرقة، عم الرشوة، الريبة، الخدعة، ما كان أداب، ما كان ظرافة، ما كان خلق، العنف، الاجريسيفيتي، الكريميناليتي، تنيحوا لك الكلاوي، تسرقوا الذراري، يفعلوا في الذراري. خسارة والله غير خسارة، والله العظيم غير خسارة. لو كان ربي سبحانه عز وجل استغفر الله، استغفر الله، مد لهم ليهم الإسلام ومد لهم ليهم الدين. المشكل تاع المسلمين، مشكل اللحية، مشكل السنة، مشكل الحلال حرام، ما زلنا حنايا هذه 14 قرن ونص ما زلنا ما عرفناش كيفاه نتوضاو، وما زلنا ما عرفناش كيفاه نصوموا، وما عرفناش كيفاه، ما زلنا غير حلال حرام حلال حرام حلال حرام. كي تقول له فد الزبل يقول لك خاطيني، كي تقول له يا ودي ما اسرقش في الميزان يقول لك خاطيني، كي تقول له يا ودي اخدم من عمل عمل فليجب ويتقونه يقول لك خلاص احنا راح نموت، ولاه بحار ولاه طرق الزبل، الجبانه فيها التشوالق، فيها التشباتشق، فيها المعيس، فيها الكباش، الباربان، البيطون، البحر فيه القرع. لا حول ولا قوه الا بالله.
وكي توري لي فيديو هكذايا من لي زوبيتو في الالمان يسبوك ويطيحوا لك. هذه هي نتمنى ليله سعيده لكل الجزائريين وكل الجزائريات وخاوتنا ديزاد اليوتيوب، ونتمنى لكل مسلم ومسلمه ومؤمن ومؤمنه، ونتمنى لكل الناس العالم اللي خلقهم ربي الشفاء العاجل، هو الله ارحم بهم، هو الله ادرى بهم، والفرصه المقبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.